السادسة من دور نجوم قطر. الدول الجزائري وقع الهدف الأول في الدقيقة 11 برأسية من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية محكمة من إسماعيل حامد، وعاد أبو نجاح في الشوط الثاني ليقدم تمريرة حاسمة زميله أكرم عفيف، ثم ناجح في الدقيقة 70 من تسجيل الهدف الثاني له في اللقاء من رأسية محكمة. والكرة بعد ذلك رأسية.